بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، سعد الله مساكم بكل خير ومحبة. تتواصل التحديات والإثارة على أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي في هذا المساء، وشعارات أبناء القبائل وسن الحيل والزمول في هذا المهرجان، المهرجان القالي، مهرجان الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه وعلى بركة الله. ينطلق الشوط التاسع الخاص للحيل من مسافة 8 كيلومترات نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نبدأ مع البداية مع أول المراكز وأول الأسماء. هنا فزعة بشعار سالم بن سيب بن علي بن كليب المرئ. هنا الاكتبي يتقدم مع أول الأسماء وأول التحديات. ثاني المراكز وصلت القادمة والمنطلقة مع ثاني الشعارات، ترى الاسم القادم والمتسلل مع ثاني الأسماء. هناك الشعارات القادمة والمندفعة، ثاني الأسماء وصلت الحذرة. أبريك بن فرج بن هادي بن هليل ينطلق مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز وصلت القادمة جمايل، صالح بن محمد بن صالح بن نصرة العامري يتقدم مع جمايل مع ثالث الأسماء. رابع المراكز المتقدمة مع رابع الانطلاقات الوثبة، ناصر بن حمودة بن حمد العفاري مع رابع الانطلاقات. خامس الأسماء وصلت زمة، مبارك بصغير بن علي بن دري المنصوري يتقدم مع زمة مع خامس الأسماء. ها هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس المراكز المنطلقة في دائرة النداء والإذاعة. ونعود مع الصدارة، نعود مع البداية مع أول الأسماء. هناك فزعة على المقدمة بشعار سالم بن سيب بن علي بن راشد بن سويلي من اكتبي، شعار بن كليب يتقدم مع البداية مع أول الأسماء. يقدم لنا فزعة، ثاني الانطلاقات وصلت الحذرة. أبريك بن فرج بن هادي بن هليل الغفران ينطلق مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز المتقدمة هناك الوثبة، ناصر بن حمودة بن حمد العفاري يقدم الوثبة مع ثالث الأسماء وثالث الانطلاقات. بن نصرة مع رابع المراكز يقدم لنا جمايل، صالح بن محمد بن صالح بن نصرة العامري مع رابع الأسماء. خامس المراكز وصلت المحروسة، ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يقدم لنا المحروسة. أول نداء وأول إذاعة للمحروسة من تحت الخامس المراكز وخامس التحديات. وأختتم بها النداء وأعود مع الصدارة، أعود مع البداية مع أول الأسماء وأول الانطلاقات. هناك غير الحذرة إلى البداية، أبريك بن فرج بن هادي بن هليل يتقدم مع الحذرة مع أول الأسماء وأول الانطلاقات. من الجانب الآخر فزعة بشعار سالم بن سيب بن علي بن راشد بن سويلة من اكتبي، يتقدم شعار بن كليب مع ثاني الأسماء وثاني الانطلاقات. مع فزعة مع ثاني الأسماء مع مركز الوصافة، ثالثا القادمة الوثبة، ناصر بن حمودة بن حمد العفاري يقدم لنا الوثبة مع ثالث الأسماء وثالث الانطلاقات. رابع المراكز جمايل، جمايل تتقدم بشعار صالح بن محمد بن صالح بن نصرة العامري، يقدم جمايل بن نصرة مع رابع الأسماء. خامس المراكز القادمة المحروسة، ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يقدم لنا المحروسة مع خامس الأسماء وخامس المراكز. ها هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة. هناك أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة لم يحموا عد دخولها، نترقبها في الأمتار القادمة. ونعود إلى البداية، نعود إلى أول الأسماء وأول المراكز. هناك الثنائي الجميل يتنافسون من أجل الصدارة، من أجل الفوز ومن أجل الناموس. هناك فزعة بشعار سالم بن سيب بن علي بن راشد الاكتبي، يتقدم مع أول الأسماء. يقدم لنا فزعة على البداية، ثاني الأسماء الحذرة مع ثاني المراكز.
الحذرة بشعار بريك بن فرج بن هادي بن هليل يتقدم مع ثانية إلى أسماء ويقدم لنا الحذرة ومنتصف المسافة 4 كيلومترات أنقضت ويتبقى لنا 4 كيلومترات أخيرة وخطيرة. وهنا الحذرة وفزعة على صدارة هذا الشوط. وها هي اللقطات مشاهدينا متابعينا الأعزاء من قبل قناة الريان الفضائية ترصد لنا هذه الأصايل المندفعة على أرضية ميدان الشحانية في هذه الأجواء الرياضية على أرضية ميدان التحدي وشعارات أبناء القبائل وسن الحيل والزمول في هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه. نعود إلى مجريات وتحديات هذا الشوط. أعود هناك مع فزعة سالم بن سيب الراشد بن كليب الكتبي يتقدم مع البداية ثاني الأسماء الحذرة مع ثاني الانطلاقات. بريك بن فرج بن هادي بن هليل يتقدم مع ثانية إلى أسماء ثالث المراكز. وصلت الوثبة ناصر بن حمودة بن حمد العثاري يقدم الوثبة مع ثالث المراكز وثالث الانطلاقات. رابعا المحروسة، المحروسة بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يتقدم الأنيق مع رابع إلى أسماء مع المحروسة. خامس المراكز زمة بشعار مبارك بالصغير بن علي بن دري المنصوري يقدم لنا زمة مع خامس الأسماء. بدأت الشعارات بالاندفاع وبدأت الأصايل بالسرعة إلى الفوز وإلى الانتصار وإلى الناموس. ولكن أعود مع الصدارة، أعود مع البداية. فزعة على المقدمة، فزعة متربعة على عرش الصدارة بشعار. هناك سالم بن سيب بن علي بن راشد بن سويلم الكتبي يتقدم مع فزعة على البداية على رأس حربة هذا الشوط. تقود هذه الأسماء وهذه المسيرة الأصيلة المنطلقة على أرضية ميدان الشحانية ميدان التحدي. ثاني الأسماء الحذرة بشعار بريك بن فرج بن هادي بن هليل يتقدم مع مركز الوصافة ويقدم لنا الحذرة. ثالث الأسماء المحروسة مع ثالث المراكز ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يقدم لنا المحروسة مع ثالث إلى أسماء وثالث الانطلاقات. رابع المراكز وصلت من حاف، أول نداء وأول إذاعة لمن حاف. هناك بشعر محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي يتقدم مع رابع إلى أسماء يقدم لنا من حاف. خامس إلى أسماء الوثبة ناصر بن حمودة بن حمد العفاري يتقدم مع خامس المراكز وخامس الانطلاقات. المنعطف ما قبل الأخير، هناك الصدارة. فزعة، فزعة على البداية بشعار بن كليب مع البداية. سالم بن سيب بن علي بن راشد بن سويلم الكتبي يقدم لنا فزعة من بداية الانطلاق وهي على الصدارة. الحذرة مع ثانية إلى أسماء بشعار بريك بن فرج بن هادي بن هليل يتقدم مع ثانية إلى أسماء ومع مركز الوصافة. المحروسة مع ثالث المراكز بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يقدم المحروسة مع ثالث إلى أسماء وثالث الانطلاقات. رابع المراكز من حاف بشعار بن مرخان محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي مع رابع إلى أسماء ورابع الانطلاقات. خامس الأسماء المتقدمة الوثبة، الوثبة ناصر بن حمودة بن حمد العفاري يتقدم مع خامس المراكز 1500 متر عن خط النهاية. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، بدأ الانطلاق، بدأ الاندفاع من قبل هذه الأسماء وهذه الشعارات. فزعة والحذرة على خط واحد هناك على الصدارة على رأس حربة هذا الشوط.
الله 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 فزعة على البداية بشعار سالم بن سيف بن علي بن راشد بن سويلم مع البداية. ثاني الأسماء الحذرة الحذرة بشعار بريك بن فرج بن هادي بن هليل. ثالث الأسماء من حاف من حاف مع ثالث الانطلاقات محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان المحروسة من الجانب الآخر ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يقدم لنا المحروسة. رابع الأسماء وصلت الوثبة ناصر بن حمودة بن حمد العفاري. وصل شعار العامري مع شنذارة عبد الله بن محمد بن سهيل بالذويب العامري. وصل شعار بن نايفة ولكن أعود مع الصدارة مع أجواء الكيلو متر الأخير والخطير من حاف على البداية بشعار. هنا بشعار بن مرخان محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان المحروسة مع ثاني الأسماء بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يقدم المحروسة. ثالث الأسماء هناك القادمة الوثبة ناصر بن حمودة بن حمد العفاري. رابع الأسماء من حاف عبد الهادي بن حمد مترحيب بن نايفة ولكن أعود مع الصدارة بن مرخان والمسند. اللحظات الأخيرة من حاف بشعار بن مرخان المحروسة بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. الله 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 من حاف المحروسة المحروسة من حاف. اللحظات الأخيرة من حاف بشعار بن مرخان المحروسة بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند من حاف المحروسة المحروسة من حاف بن مرخان المسند من حاف من حاف المحروسة. تحاول اللحظات الأخيرة ولكن من حاف من حاف محمد بن سلطان بن مرخان. تهانينا تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. فوز من حاف لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي. ثاني المراكز وصلت المحروسة بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. ثالث المراكز ثالث الأسماء وصلت الوثبة ناصر بن حمودة بن حمد العفاري. ورابع المراكز وصلت من حاف عبد الهادي بن حمد بترحيب بن نايف الهاجري. وخامس الأسماء وصل الجمايل صالح بن محمد بن صالح بن نصره العامري. مشاهدينا متابعينا الأعزاء هكذا هي التحديات وهكذا هي المنافسة. تهانينا تهانينا والناموس لمالك من حاف. والتوقيت الزمن راح توصلها إلى خط النهاية 12 دقيقة 29 ثانية و79 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي. ثاني المراكز وصلت هناك المحروسة 12 دقيقة 30 ثانية و35 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند من قدم المحروسة مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز كانت هناك الوثبة. والتوقيت الزمني 12 دقيقة 35 ثانية و83 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لناصر بن حمود بن حمد العفاري. فتهانينا والناموس للجميع.